مجلس الشيوخ الإيطالي صادق الخميس على مشروع قانون الاتحاد المدني الذي سيمكن الزواج المثلي. القانون الجديد حظي بموافقة 173 نائبا في المجلس مقابل 71 معارضا لها، لكنه لا يمنح حق التبني للزوجين من نفس الجنس ولا يفرض عليهما واجب الإخلاص في العلاقة، ما أثار استنكار جمعيات مثليي الجنس. نحن غاضبون ونشعر بخيبة أمل كبيرة. لا يصدق أنه في 2016 وفي أوروبا قارة الحقوق وبلد كإيطاليا الفخورة بانتمائها إلى أوروبا، أنه من الممكن وضع قانون للزواج المدني دون اعتبار الأطفال الذين يجب حمايتهم كمواطنين إيطاليين وقصر خاضعين للتمييز. البلد ضيع فرصة كبيرة لقطع خطوة أولى نحو الحضارة. قبل اعتماده رسميا سيطرح مشروع القانون على مجلس النواب في غضون شهرين. ويذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أدانت السنة الماضية إيطاليا لعدم اعترافها القانوني بزواج مثلي الجنس.